وعليكم خوتي اخواتاتي صحابي صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هنا البديه ديالي انني غاديه نمشي نسافر، وكانت قاصحه عليا وبزاف. هنا غاديه نمشي لمراكش ندير بي سي ال. الله يا ربي على داك النيف مسكين، كنت نعطس ليه في وجهه. المهم داز مزيان عادي، الحمد لله خرجت الريزلت نيجاتيف وصافي. وهني هاد النهار بقيت كنبكي نبكي نبكي، توحشت فيه مهمتي. المهم انا نخليكم دابا مع الفيديو. صباح الخير خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اسمحوا لي ما صورتش لكم، صورت لكم الطريق قبل وداك الشيء. المهم اليوم دابا غادي ان شاء الله للمطار، دعوا معايا قاصحه شويه، عندي شغل نديرو. دابا الطاكسي كيتسنى فيا، خاصني نمشي. باي 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 باي. دابا نقول لكم التفاصيل ان شاء الله. بصفه الاضاءه زوينه بصراحه، نشوفني نشوفني في المرايه. هاني هاني شتوني زعما زعما. يلا خليكم تلقاو في المطار. باي باي. هنا كانت 4:30 ديال الصباح، غادي هذيك الساعه في الطاكسي من لوطيل للمطار. وهنا كنت خايفه بزاف، خايفه لا يرجعوني على شي حاجه، خصوصا ديال على التيست البي سي ار. لحقاش انا ما درتوش، درت غير التيست الجينيتيك، وديك ديال 200 درهم ماشي تاع 700 درهم. وقلت خفت لا يرجعوني. الساعه الحمد لله ما سولونيش اصلا على التيست. الحاجه اللي سولوني عليها هي الفاكسان، وانا كنت دايره جوج ديال سينوفارم وواحد ديال فايزر، هما اللي كنت دايره. وصافي دوزوهم ليا الحمد لله، وداز كل شيء ميسر وسهل عليا الله الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم خوتي غداتي صحابي صحباتي. اول حاجه ما تدوش على الشكل، ثاني حاجه ما تدوش على الصويت. راه مشى ليا هاد الايام ما عرفتش علاش، خصوصا كمل عليا يعني البارح، بقيت كنبكي بزاف بزاف. المهم دابا ما غنبكيش ليكم، ما بغيتش نبكي ليكم. داكشي علاش البارح اصلا ما صورت حتى حاجه، ما نقدرش نصور ماما وما نقدرش نصور حتى حاجه. يعني المهم الحمد لله. كتكون شويه صعيبه خصوصا ملي كتكوني مولفه داركم، وعمر كيما كتكوني يعني مشيتي بعيد بعدتي شحال في الوقت، وكتبقاي ما كتعرفي شنو غادي ديري، ما كتعرفي كيفاش غتخليهم. المهم بزاف الحوايج ما بغيتش نهضر على هادشي. دابا باقي كنتسنى ان شاء الله يكون خير. دعوا معايا بالتيسير والتوفيق يا ربي امين. وانا يا صقعنا لكم في الطياره، اول مره شداني القلعه، يمشي القلعه هذيك الدخله وداك الشيء، وخاص ما يرجعوني الله يحفظ على شي حاجه. المهم دعوا معايا بالتيسير، كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم وكنطمح عليكم. ونتلاقاو نتلاقاو فين؟ ما عرفتش فين نتلاقاو. المهم غنتلاقاو وصافي. يلا نوريكم واحد الدويره هنا وكافي. في النعاس بديت كنهضر بحال شي راجل، حي حي الصوت مشى. ويلي 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 راجل يطلقني يطلقني المساقي. يلا السلام عليكم، باي باي. كان مازال ما بداوش، واني في الاخر الحمد لله بداو ودوزوني وقطعوا لي التيكيت وصيفتوا لي البالس بجوج الحمد لله. سلام خوتي خواتاتي صحابي صحباتي. صافي دابا كنتسنى الطياره نطلع فيها. المهم كملت كلشي الحمد لله، كلشي داز بخير وصافي. الى معي، هيا بنا معي الى رحلتي من مراكش الى اش حاول نسيت، الى فرنسا دن الى اوسلو. يلا باي باي، نتلاقى بكم من بعد. يا باي باي، الى اللقاء يا اصدقاء. غنمشي لكم في الطيارة. المهم تي قفرطة، هاي 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 شد شكيها جري. يلا باي باي، نتلاقى بكم من بعد. اول مرة في الطيارة. Ladies and gentlemen, the safety demonstration is about to start. Please remove your headset. هنا كانت الانطلاقه الاولى ليا في الطياره. الحمد لله من ظهري جيت في البلاصه اللي حدا الشرجون باش نبقى نصور لكم هذه الطليعه اللي كتكون شويه هي بحال انا جاتني بحال دارت لي الهره في كرشي، بحال راكبه في شي زعلوله بحال هكاك. وجاتني هنا بحال وقفات، ولات كنقول انا ريح حي وش الطياره وقفات بنفس السما ولا شنو واقع. صح الحمد لله كلشي داز مزيان، الرحله دازت زوينه زعما ما تخلات ما والو. واخا كانوا فاش وصلنا قربنا لحدا فرنسا دزنا من فوق السحاب. اي اختكم دازت طلعت فوق السحاب يا سيادي ويا خوتي، وفوق من السحاب قلت لهم كحلوا لي الشرج من مسا شي سحابه نشوفها كيفاش غادي تكون. المهم الله يستر ما تدوش عليا وصافي. هانتوما هنا فين غايبان لكم السحاب واقيله. لا هنا كيفاش حلوا هذوك اللعيبه ديالهم، ما كانت مضاربه معاهم باش تحل لي في الاول غير بالزز. ومن بعد حطوا لينا هذا الساندويتش هذا فيه الفرماج، وحطوا لينا
صافي هذاك الشيء اللي كاين وكاز تاع الماء ما كنتش لا عصير لا والو. ها هو الصحاب انا اللي قلت لكم ما تدوش على صوتي ما تدوش حتى يوصلوني ميساجات في الواتساب دابا داك الشيء علاش سمحوا لي. المهم هي الصراحه كانت رحله زوينه ملي وصلت لفرنسا اللي ما عرفتش علاش ما صورتش لكم المطار ديالها وخا المطار ديالها كان كبير وزوين مني عييت وخا دوزت فيه 6 سوايع يعني مدوزت والو هنا انا قلت لهم خلوني نمس الصحابات ما خلاونيش. المهم وملي وصلنا مع كان فرق ديال التوقيت فاش نزلوني قلت لهم ما يمكنش نكون وصلنا. قلت لهم علاش وصلتوا قبل الوقت بساعه وصولت هذيك المضيفه تقول لي تي وصلتي الحمد لله وشكري وسكتي سيري تكمشي. قلت لهم لا ما يمكنش انا فشوفوا تليفوني شحال فيه قالوا لي راه كاين اختلاف ديال التوقيت قول لي في ما مشيتي ديري سطا. المهم هنا وصلت صافي الفيلم اخواتي صحابي صحباتي دابا وصلنا للمطار ديال باريس عاد خصنا نتسنى واحد 6 سوايع ومن بعد منها غادي نمشيو لاوسلو. يلا باي باي عليكم بحال اخواتي صحابي صحباتي حنا دابا الى اوسلو الى اللقاء يا اصدقاء غير هنا الطياره اللي غاديه من فرنسا للنرويج هنا صافي غادي نوصلوا بالليل. هذه ديك الزعلوله ثاني اللي كدير لي الهوا في كرشي وانا ما كنحبش ليها راني اصلا كملت عليا. المهم الصراحه كتكون شويه كاين اللي ما عرفش اللي غادي يتخلعوا انا ما خلعتنيش الحمد لله ما عرفتش واش لحقاش عندي حوايج كثار اللي كنخمم فيهم واللي خالعيني كثار من انني غنطلع في الطياره ما عرفتش لا بالنسبه لرحله الطياره لا بالنسبه لرحله الباطو اللي غادي تشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. مع المهم هادشي اللي داز بصراحه كانت تجربه زوينه. هنايا غادي وصلت وغادي نقلب على بوليزاتي واخيرا غادي نلقى الباليز مسكينه بعدا لقيتها جات كنت خايفه غير من هاد المرحله كيقولوا لي كتبدروا الباليزات وتخصك شحال تتقلبي لها صح الحمد لله كلشي داز ساهل وهنوني من داك الثقل انني نعاود نهز باليزه صغيره معايا حتى لفرنسا ونعاود نجيبها حتى لهنا صافي دغيا دوزوا ليا داك الشيء داز زوين وداز على خير الحمد لله. خوتي خواتاتي صحابي صحباتي دابا وصلت النرويج كيف ما شفتوا لقيت الباليزه الكبيره ها هي ولكن الباليزه الصغيره باقي ما عرفتهاش دابا راجلي كيتسنى فيا برا انا غنلقى باليزتي وغنمشي. المهم وصلت وانا في النرويج اخيرا دابا غتشوفوني ملي كنت في مراكش وهنايا ملي درت ديبار من اسفل وخا مصورتش في اسفل بزاف. المهم باي باي عليكم دابا خليكم ها هي باليز الصغيره جايه ديس وان اي ثينك يس لقيتها كم بيبي تيور مامي هيا